السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يكون يوم علينا وعليكم بإذن الله سعيد. النهاردة هنتكلم عن نبات الكلسة الميكويانا. نبات الكلسة الميكويانا، الكلسة عامة هو الكلسة هي أنواع كتيرة وأصناف كتيرة جدا، اللي هي الكلسة اللي هي دي نبات الكلسة. منه أنواع كتيرة جدا، في منه أنواع هتلاقيها مزرقشة، يعني الزرقشة بتاعتها دي أكتر من كده، وتلاقي منها شبه القطيفة، في تلاقي نوع منها إنها شبه القطيفة، في أنواع تلاقي منها ورقة بتاعتها مدورة مش مستطيلة زي دي، مش بالشكل ده كده، وفي منها زي ما قلت قبل كده ألوان، هتلاقيها من تحت تلاقي فيها ألوان، وتلاقي ناعمة زي أو عليها وبرة كده، بتبقى عامله زي القطيفه، تمسكها تحس ان هي قطيفه. الكلسه الميكويانا فيها شويه قريبه شويه من نبات الاجلونيما، لو انتوا كنتوا فاكرين ان كنا عملنا حلقه عن نبات الاجلونيما اللي هو ده، بس طبعا مع الفرق في حجم الورقه، وفي ال 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 ان ان القلب بتاع الاجلونيما من هنا لونه ابيض. هي دي الحروف بتاعتها، القلب متقسم للابيض واخضر، يعني الكلسة هتلاقي لونها أبيض وأخضر، بس هي فيها شبه شوية من الأجرونية، في ناس بتتلخبط بينهم، بس طبعا اللي فاهمين في الزرع وعارفين الزرع كويس مش هيقدر يتلخبط، ما ينفعش يتلخبط بينهم، يعني في بين دي وبين دي يعني، تمام. زي ما قلنا الكلسة في منها أنواع تانية كتيرة جدا، في منها المارينتا، وفي الروزبيكتا، وفي الأورانتا، وفي الليكو، وفي الليكو نيورا تقريبا، الليكو نيورا، والفوريفازر، واللينكو فوليا، في انواع كتيره منها يعني. بس النهارده احنا معانا الكالسا الميكويانا. الكالسا الميكويانا نبات داخلي طبعا، ما بيحتاجش طبعا برضو لاضاءه عاليه قوي، ما بيحتاجش الحراره العاليه بتاثر فيه، ايه كمان، يعني درجه الحراره ما تتعداش ال 28 تحت اي ظرف، لو عدى ال 28 تبتدي يتحروق، النبات يتحروق، بيبتدي يلف، تلاقي الورقه نفسها ابتدت تبرم، تلاقي راح برمه زي كده مثلا، شايفين الورقه بتدي تبرم زي كده وتروح لفه، مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بتبتدي تروح برمه زي كده وتروح قافله وتروح ناشفه وتموت. فدايما درجه الحراره ما تعديش 28، كل ما تكون درجه الحراره اقل كل ما يكون احسن، يعني من 20 21 22 ده كويس جدا، لكن اعلى من كده النبات بيتضرر، والدرجه الحراره الواطيه قوي يعني مش اقل مثلا من 10 درجات كويس، 9 درجات 8 درجات كويس، لحد كده كويس قوي النبات بيعيش ويبقى كويس. طيب الكالسا ده الليكويانا دي بتطلع زهره من تحت من هنا كده، زهور ما بتبقاش كبيره قوي، بتبقى زهور بيضه لونها ابيض، بتطلع زهر لونها ابيض من تحت من هنا كده من جنب الجدر، بتبقى مكوشه كده، عارف، بتبقى ماليه الحته من هنا كده. طبعا للاسف الوقت حاليا ما فيش زهر، كنت وريته لكم، بتطلع زهره كتير ما شاء الله، بتكون مزهره، بتلاقي الزهر كتير طالع من هنا كده. طيب الكلسه من النباتات الجميله في البيت، بنعمل لها اكسار ازاي؟ بنعمل لها اكسار بالتفصيص، بناخد الخلف اللي جنب الام وبنبتدي نزرعها في اصارب منفصله زي كده، يعني ده كله كنا واخدينه من العود ده، شايفين دي الام الاصليه اهي، دي كنا واخدين منها ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، اكتر من يجي كنت واخد منها اكتر من يجي 15 عود، زي ما انتم شايفين ما شاء الله الصحه كويسه، صحه النبات كويسه، طالعين كويسين. ده العود الاصلي اللي كنا واخدينه من الام، اهم الورقتين دول، شايفين الورقتين دول، دول الورقتين الاصليين اللي كنا واخدينهم من الام، ما شاء الله دلوقتي مطلعه خلف جديده بورق جديد، وما شاء الله بصحه كويسه، حتى شايفين جذورها من تحت برضو طالعه من القصريه زي ما انتم شايفين اهي، شايفين الجذور ما شاء الله حلوه وجميله ازاي. طيب زي ما قلنا بالتفصيص، انا ما شفتلهاش بذور، طبعا ما تنفعش تتعمل لها تعقيل، هي بس بالتفصيص، دي الحاجة الوحيدة اللي ينفع تتعمل بيها الكلسة. طيب هنعمل لها اكسار حاليا، دلوقتي عندنا الأصاري أهي،
والبيتموس زي ما انتم شايفين اهو. القصريه يا جماعه دايما لما تيجي تشتغل في قصريه انت جايبها من بره جديده قديمه، اغسلها كويس شويه ميه بصابون، عشان بيبقى فيه بعض الاثار بيبقى فيها بكتيريا، بيبقى فيها امراض من نبته قبل كده انت ما بتشوفهاش بعينك، ولا انا بشوفها ولا اي حد ممكن يشوفها، بس بتبتدي تعمل فطريات في البيتموس وتبوظ لك النبات وتبوظ لك الدنيا. فدايما ميه بصابون، ميه ما مثلا بتكون سخنه شويه، ما بتكون ما بتغليش طبعا عشان ما تسيحش البلاستيك، لكن تكون ميه سخنه وتسقط في قلبيها الاثار بحيث لو في بكتيريا في عفن في اي حاجه يموت. طيب هنفصص من بسم الله الرحمن الرحيم، هنشيل العود من القصريه الام زي كده زي ما انتم شايفين اهو، وهنبتدي. على فكره الكلسه بيبقى معاها من جوه تلاقي في زي البذور كده شايفين، درانات اهي، شايفين الدرانات دي برضو ممكن تزرعها وبتطلع. هنبتدي نفصص بالراحه شويه شويه زي ما انتم شايفين اهو، فصص بتشيل البيتموس، وبعد كده تبتدي تاخد اجزاء زي كده خلاص. شايفين ده كذا واحد مش واحد بس اهو، ادي عين واحده، ادي خلفه اهي، شفتوها يا جماعه اهي، دي خلفه واحد اتنين ثلاثة تمام. طبعا انت ممكن لو انت يعني ان شاء الله انت تقدر يعني تضمن ان شاء الله النجاح يكون كبير، بتحاول تخف شويه من الورق في الاول، لان النبات ما بيبقاش مستحمل كل الاجزاء دي كلها من الخضار، فبتشيل جزء منه. يعني عندنا دول انا كنت سايب زي ما انتم شايفين كنت سايب بس ورقتين في كل نبات في اللي هم اللي احنا كنا عاملينه قبل كده اهو، بتشيل مثلا ممكن تشيل اتنين وتخلي مثلا اربعة، ممكن تخلي اتنين، ممكن اتنين بس زي كده، وتخلي اتنين بس وتزرع الباقي زي ما انتم شايفين اهو. احنا عندنا البيتموس نجيب البيتموس زي كده، وادي واحدة كمان. لو عندك ورق زي كده قديم بتشيل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبتخلي ورقتين بس كفاية قوي، وبتبتدي تنزل بالجدر زي كده اهو، وبتحط البيتموس بتاعك زي كده. كده خلاص زرعنا اتنين اهو، هكمل انا طبعا بس مش عايز اطول عليكم الفيديو، هكمل ان شاء الله بقيت زراعة النبات نفسه اللي الجزء اللي احنا فصصناه ده. بس زي ما انتم شايفين خلاص انا زرعت اتنين اهو ما شاء الله كويسين، وزي ما قلت قبل كده كنت وريتكم انا كنت مفصص هي حتى نفس الام دي، انا كنت واخد منها المجموعة اللي انتم شايفينها دي، وما شاء الله طالعة بمنظر تحفة زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله جميلة، ونطلع ورق جديد بخلف جديدة، ووريتكم انا الجذور بتاعتها، فما شاء الله حاجة حلوة يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيكم كل جديد، واعملوا شير للحلقة علشان صحابكم وزمايلكم ان شاء الله يستفادوا والناس كلها تستفاد. عايز اقول حاجة كمان يا جماعة، التسميد بالنسبة للكلسة مش كتير، كل شهر مرة لو هي محتاجة في وقت التزهير بتاعها مثلا في اول الربيع كده، بتديها بتسمدها كل شهر مرة بسماد متعادل اللي هو ال NBK اللي هو 2020 20. ولو في حاجه بتبقى البوتاسيوم عالي البوتاسيوم
اوكي عشان تديك زهرة كويسة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس زي ما قلنا من شوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.